الشعور بالنقص أو الدونية عبارة شائعة في أيامنا هذه، شعور له حدوده الطبيعية عندما يظل محصوراً في مجلة معينة بين الأشخاص، لكنه يتخطى حدود المعقول عندما يشمل أشخاصاً بعينهم، فيتحول إلى مرض بشري يصيب الأعصاب وينتج عنه مجموعة من الاضطرابات كالخوف والثغينة، العدوانية والحاجة إلى إثبات التفوق على الآخرين. فما هي الأسباب التي تجعل الشخص يصيب بهذا الاختلال؟ كاين بزاف سبايب، منهم بالك مشاكل عائلية، مشاكل بزاف مشاكل واحد أخرين قايهم سوختو اللي قاعدين بزاف في الدار، راح تكون عندهم عقدة يسمى ما يقدروش يخرجوا، ما يقدروش هم كيكونوا يهضروا معك تلقايهم باللي كومبليكسي شوية هكا. العقدة النفسية كاينة منها بالطريقة باش بنادم يتنحلوا وتروح له الشارع. طبعا موجودة بالمجتمع، بتبين عن طريق الحسد والغيرة، أنا هذا اللي بيبين لي يعني. هو الإنسان كي يهضر مع إنسان ديجا تهضر معه نورمال يبدا يشك في روحه، ما نش عارف أنا كل واحد وكيفاش. خلاو الشارع تاع ربي وداتهم الهوية، سي بور سا الناس تسمى راحت راح كلش، هذا هو الكذب. ليبقى الاعتراف بالمرض وتقبل الإصابة بهذه العقدة خطوة مهمة للتخلص من المرض والسعي لمعرفة الأسباب والمظاهر التي قد تسبب له حرجاً وسط المجتمع الذي يعيش فيه.